وبالتالي قرار سليم من حكم المباراة، كرة عالية لمصلحة بهلا. يا هاجري يا خالد يا بهلا يا سور عظيم، يسجل بهلا يسجل الضيف أفضل وأروع هدف بالموسم الماضي، خالد الهاجري اللي سجلها باكورت للنصر بالموسم الماضي يسجلها براسية في هذا المساء وبانطلاقة الدوري بالموسم الحالي، هدف أول لأصفر الداخلي. شوف لي عاد الله 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 على الصناعة في اللقطة الماضية. صعدوا بجانب السيب، كرة تأتي الآن، تسديد. ماذا تفعل يا بهلة؟ ماذا تفعل يا بهلة؟ الضيف يكرم نفسه بنفسه، أزعل جمهور النهضة. شوف الإعادة، لا 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 يا مانع، لا لا يا مانع، لا ما تغلط، لا تغلط بهالصورة، لا تغلط بهالصورة. كورة كانت من خالد، أولى فيها تقدم، لعبة فيها تمريرة، عزيز يتقدم أمام نوح، لاعب بلاعب مر من نوح، عدوا مرة العنيد يسجل، العنيد يعاند الظروف عن طريق علي موسى أو عبد الواسع. شوف الإعادة، هو اللي بداها عزيز، اللي بداها عزيز، وبعد ذلك عصام والتمويه، وكورة من عبد الباسط في المرمى، ولعبة من عبد الواسع، عفوا وليس عبد الباسط، عبد الواسع وليس عبد الباسط، عبد الواسع سجلها، عفوا يا عبد الواسع. وأيضا بالإضافة إلى مدرب الحراس بالناشئين، خل أكمل المعلومة يا معتصم. في هذه اللحظات لا يا عبد الواسع، مرر لك كرة وبعد ذلك عصام المعتصم الشبلي. أوهو، هدف يسجل في مرمى بهلا، وبالتالي تصبح النتيجة 2-2 اثنين اثنين يا معتصم. ضربة حرة يشير إليه حكم المباراة في هذه اللحظات لنادي عمان، التسديدة حاضرة، يا سلام، جول أول لنادي عمان، يتقدم العبيد ويسجل الهدف الأول في المباراة. نعم العبيد يسجل الهدف الأول عن طريق أحمد العدوي، وبالتالي يفتتح نتيجة المباراة، وهدف أول لمصلحة المستضيف. هذه الكرة من إلتون العارضة، وبعد ذلك المتابعة والكرة في الشباك، والهدف الأول لمصلحة نادي عمان، هدف أول ومتابعة مثالية من أحمد العدوي الذي يفتتح نتيجة المباراة. محاولة التوغل من جانب حسن العجمي لإيجاد العرضية، هنا المحاولة، صمت كثيرا ونطق أخيرا سحار، ينجح في العبور، ينجح في المرور، هنا في المحاولات المستمرة يعقوب عبد الكريم ينجح في طريق المرور في غاية الروعة، وفي مرور في المرة الثانية، بعد ذلك ترجمة الفرصة، إعطاء الكرة في طبق من ذهب ليعقوب عبد الكريم الذي يعبر بها على يمين عبد العزيز مبارك حارس العروبة. هكذا ينجح سحار في المرور. الخطورة في الكرة الماضية، أمامية هذه الكرة، محاولة التقدم في الجهة اليسرى لصالح سحار، عرضية، المحاولة، من أسعدهم في الأولى عاد ليسعدهم في الثانية. هكذا يعقوب عبد الكريم العائد إلى مستواه بعد انتظار السنين، الله على الكرة بطريقة مثالية جدا، ينجح في إيداع الكرة
في الشباك وأعطى الأفضلية في الزاوية الضيقة ضيقة ضيقة جدا. خيار كان صعب جدا، لكن استشعار يعقوب عبد الكريم للمرمى وللخشبات الثلاثة. والعكس تماما أيضا من صحم إلى صحار في الميركاتو الصيف الأخير. ماذا يفعل مازن؟ ماذا يفعل مازن الكاسبي؟ هدف أول من خليفة يزف أولى البشائر بالنسبة لجماهير صحم. خليفة الجهوري نعم يسجل الأول للموج الأزرق، فما بالك بالهدايا يا مازن، ما بالك بالهدايا. لاحظ الكرة الماضية اللي يخطئ فيها مازن الكاسبي، وأي خطأ يا مازن، أي خطأ يا مازن. نعم يستغل خليفة الكرة الماضية ويسجل الهدف الأول لمصلحة صحم. يزف أولى البشائر لجماهير الموج الأزرق ويسجل هدف الأسبقية. التوجيه الدفاعات، لكن المحاولة الصحماوية الحاضرة الآن سهلة عند مازن. أول كرة الماضية، مرة الثاني الثاني نعم يسجل الآن الثاني من خليفة الجهوري، يسجل ثاني الأهداف لمصلحة الموج الأزرق. يستغل الخطأ، الدربكة اللي كانت حاضرة هنا مازن الكاسبي، خروج لم يكن موفق كذلك. بعد ذلك هنا الكرة والمتابعة من خليفة الجهوري، هذه عوايد خليفة الجهوري. نعم يسجل هذه الكرات، يتمركز في الأماكن المناسبة ويسجل ثاني الأهداف لمصلحة الموج الأزرق. الأمواج الزرقاء نعم هنا عالية عالية، يسجل ثاني الأهداف خليفة وبالتالي صحم. حتى اللحظة طبعا محسن جوهر الآن صحماوية خطيرة، خليفة الهاتريك الأول في بطولة دورينا. هذه عوايد خليفة، يرتقي ويسجل ثالث الأهداف. سجل عندك الهاتريك الأول في بطولة دورينا من خليفة الجهوري، يسجل الثالث، يؤمن النقاط الثلاث. لاحظ كرة محسن وارتقاء خليفة، ارتقى لها ارتقى لها وأودعها نعم في الشباك. يسجل الثالث بالرأس بالرأس، نعم الصحماوي عالي عالي هذا المساء، يسجل الثالث خليفة الجهوري الهاتريك الأول في بطولة دورينا في الجولة الأولى. مرة أخرى لنادي مسقط، محاولة خطيرة خطيرة، يمكن نادي مسقط الآن، ممكن ممكن، يا سلام الأول نعم يسجل الأول، يسجل من البديل وائل السعدي لمصلحة فارس العاصمة. هذه الكرة والمتابعة من وائل السعدي، مرور ممتاز من لاوسون بيكاي، اختار طبعا التسديد، تصدي من سليمان ومتابعة من وائل السعدي، ويسجل بالتالي الهدف الأول لمصلحة نادي مسقط. عند محمد المسلمي أكثر من 10 تمريرات ناجحة بالنسبة لظفار لظفار لظفار، الله جول، فعلها الزعيم فعلها الزعيم، ضربة الزعيم تظهر، ضربة الزعيم تظهر في الكلاسيكو الكلاسيكو الكلاسيكو. الله 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 يا ظفار، الله على لمسه، الله على تصويبه، الله على كرة يا هوجو، الله على تصويبه يا هوجو، والله على كرة راحت في الشبكة يا رياض، عانقت الشبكة يا رياض. الله 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 الله، عينك على التصويبة، روق مرت قدم، هوب 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 هوب، الله عليك. الله 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 الله، على كرة على جمال، وبهذه الكيفية مروة قدم، خذ المساحة الكافية، هيأ لنفس المساحة الكافية. محمد المسلمي الهدف الجميل، الهدف الرائع من هوجو لوبيز، مروة قدم حاور وعزم وصوب، وعدة عناصر مهمة حاضرة في فريقه الإسباني هوجو لوبيز، الكويتي طلال جازع والمغربي. هذه لقطة لمصلحة فنجة لفنجة، عودة الملك يا ناس، عودة الملك يا ناس. سعيد الرزيقي يسجل، سعيد الرزيقي يأتي بالكلاسيكو،
يأتي في الكلاسيكو، الملك يعود، الملك الفنجاوي يأتي بضربة، صوت الملك يظهر في الكلاسيكو. سيد الرزاقي يأتي ليعدل النتيجة، اللمسة، التصويب الشمال، هوبا 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 في الجول، في الجول في الجول في الجول، حطها بالشمالة، ركنها بالشمالة، يأتي الملك الفنجاوي. وفيها تصويبة، مرور التقدم، الحكم لا يشير إلى شيء، الكرة لا زالت إلى علي سالم، علي يحاول، علي يعرض، علي يصوب، هذه تصويبة، الله! جول! لابد من عودة يا زعيم، لابد من عودة يا زعيم، الله 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 الله! نعم الزعيم يسجل، قوة الزعيم تظهر، هيبة الزعيم تظهر في الكلاسيكو الكلاسيكو الكلاسيكو، لابد من عودة يا زعيم، لابد من عودة يا زعيم، لابد من ضربة يا زعيم، ولابد من تصويبة يا منذر. العلوي يسجل، العلوي يأتي بالهدف القاتل قاتل قاتل، عينك على العرضية، علي سالم أين أنت يا منذر؟ أنا هنا، با 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 في الجول، في الجول في الجول في الجول، الزعيم يسجل، الزعيم يحضر في الدقائق القاتلة،